من مدرسة يقوم على إدارتها دفعه الراتب المتدني إلى شاطئ هذا البحر، وبعد أن أعياه الضرب في الأرض بحثا عن الرزق قرر الضرب في البحر لتوسيع رزقه وإعالة أسرته المتكونة من 7 أبناء، الأستاذ والصياد علي ناصر والبالغ من العمر 50 عاما. اتخذ من البحر نقطة لسبيل رزق آخر لجانب التعليم وإدارة مدرسة الصدف الساحلية في لحج، حتى يتمكن من إعالة أسرته في ظل ارتفاع الأسعار والتكلفة المعيشية الباهظة، كون راتبه الذي يتقاضاه من مهنة التعليم لا يكفي لتغطية ولو جزء بسيط من الاحتياجات المعيشية الأساسية. أشتغل البحر على قدر حالي، يعني فوق هذه البوشة على حسب الإمكانية بسبب الظروف التي مرينا عليها ونتيجة الحرب هذه، خلينا نشتغل البحر غصبا عننا لمكان إنشان كافح لقمة العيش مع أولادنا ونصرف عليهم، ندبر لهم على الأقل حق الخضرة والدقيق والسكر إذا تمكنت. أنا أحيانا أحصل عيشة وأحيانا ما فيش، زي ما تشوف عينك الآن هذا الذي حصلناه حق الليلة. بمقشة لا يمكن تسميتها بالقارب وبأوتار الركيكة يحاول علي ناصر اقتحام البحر والخروج منه بصيد محتمل لتعزيز مصدر دخله. يحالفه الحظ تارة وتمنعه الرياح تارة أخرى، ويبات لأيام في البحر ليعود إلى أسرته بعدها بثمار أيام من التعب تكون غالبا غير كافية. أنا لما أضطر أحيانا أنام هنا بحالي، يعني لآخر ليل وأشتغل وأحاول أجيب ذا ومعي برد شوية أبرد، ولا ما فيش يجزع علي يوم يومين 3 أيام، أحيانا ما فيش حتى المواصلات ما فيش، أرجع مشي على الأقدام. حتى العام 2015 لم يكن الأستاذ علي يرتاد البحر، فحينها كان مرتبه يعادل 300 دولار وكان يكفيه إلى حد ما لإطعام أسرته، بينما أصبح اليوم لا يتجاوز 35 دولارا ولا يكفي لتغطية احتياجات أسبوع واحد. ما بين البحر والمدرسة ينقل علي ناصر أيامه للخلق توازن في حياة أسرته الكبيرة، ويواجه التحديات التي تفرضها الأوضاع المتردية في البلاد، حينا بالطباشير وحينا بالشباك.